البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة بموضوعية. تحتاج المملكة العربية السعودية إلى ما يفوق 300 مليار ريال كاستثمارات حتى عام 2025 لمواجهة الطلب على المياه، والذي ينمو بمعدل ما بين 8 إلى 10% سنويا. تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميا في تحلية المياه وبحجم 2 ملياري متر مكعب. وجاءت أزمة كورونا لتطرح التساؤلات حول قدرة السعودية على مواجهة الطلب المتنامي على المياه مع ارتفاع الاستهلاك وعدد السكان، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى استهلاك الفرد من 260 لتر من الماء يوميا إلى 150 لتر خلال عام 2030. نفتح ملف تحلية المياه المالحة اليوم في المملكة العربية السعودية مع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم. أهلا بك معنا مهندس عبد الله، وشكرا على وجودك بموضوعي اليوم. أهلا وسهلا أخت ميساء، ورحب فيكم ورحب بالأخوة والأخوات المشاهدين، وإن شاء الله أنه يكون حضورنا اليوم لتسليط الضوء على بعض الأرقام المهمة اللي تتم في قطاع المياه خلال الفترة الماضية. وطبعا خليني أبدأ بأزمة كورونا. يعني مهندس عبد الله، يمكن كنا خايفين من أزمة أمن غذائي، من أزمة وجود موارد غذائية بكل أنحاء العالم، لكن نحن نعلم بأنه توافر المياه هو أيضا أمر مهم جدا في وقت الأزمات. لنبدأ بالحديث عن هذه الأزمة وكيف استطعتم أن تتعاملوا معها. هل كان في أي تأثير على استمرارية مشاريعكم، وما هي المبادرات التي بدأتم بها؟ طبعا الحمد لله بفضل الله وفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين والإشراف الذي يتم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، كان هناك أهمية كبرى لإمدادات المياه لا تخفى على السادة المشاهدين. المياه عنصر عصب حياة وعنصر هام في التنمية، لا يمكن أن نقبل تأثره بأي حال من الأحوال. كانت الأزمة عبارة عن محك قوي لتجربة قدرات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على تقديم خدمات متميزة في قطاع المياه. كما يعلم الجميع، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها وحدات إنتاج للمياه ولديها أنظمة نقل متكاملة توصل المياه إلى مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية. كان خلال الأزمة لدينا محورين أساسيين: أمن الإمداد بالنسبة للمياه يتطلب أمن للموارد البشرية ووجودهم، لأن العنصر البشري عنصر هام في تشغيل وإدارة المحطات، وأمن للموارد أو الأساسية في تشغيل وقطع الغيار في تشغيل هذه المحطات. بفضل من الله كان هناك خطط مبكرة مع بداية الأزمة لتشغيل المحطات، فيها فلسفة تشغيلية للطوارئ أكدت على قوة وكفاءة العنصر البشري في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والتي نفخر أنها تتمتع بأكثر من 95% من السعودة. تمكننا خلال الأزمة من عمل فلسفة تشغيلية اعتمدت على تقسيم المناطق إلى زونات، واعتمدنا على وجود أربع شفتات للتشغيل تضمن وجود خطة بديلة في حال وجود لا قدر الله إصابات بالكورونا. أمن الإمداد يتطلب تأمين سلسلة الإمداد من قطع غيار من كيماويات، والحمد لله عملنا عليها بشكل مبكر. استكشفنا قدراتنا الذاتية لدى المؤسسة اليوم، قدرات ذاتية تم خلال الأزمة إصلاح العديد من المعدات بجهود ذاتية وداخل ورش المؤسسة وبكفاءة وبسرعة أكبر من مثيلاتها في قطاع الخدمات للقطاع الصناعي. صناعة المياه اليوم هي صناعة حيوية وأساسية في المملكة العربية السعودية. هدفنا هو توفير استدامة أمن إمداد للمياه. ما تعرضنا له من جائحة كورونا كشف لنا قدراتنا الذاتية، والحمد لله رب العالمين استغليناها في الفترة الراهنة لنعظم الاستفادة من مواردنا بشكل عام سواء البشرية أو المادية. استمرت المشاريع دون أي مشاكل مهندس عبد الله، أم كان في إيقاف لبعض المناطق لعدد من المشاريع؟
الجميل أنه السؤال هذا جدا في وقته. الجميل أن المؤسسة العامة تحتنا المالحة بكوادرها الفتية وذات الخبرة، على العكس من توجه كورونا استطعنا أن ننجز تمام مشاريعنا في بناء محطات التحلية خلال أزمة كورونا وفي وقت قياسي. على سبيل المثال بنينا محطة 42 ألف كيوبك متر في الشقيق لحاجة الطلب هناك قبل الصيف، أنجزت خلال 6 أشهر بأعلى المعايير. 6 أشهر كان 5 أشهر منها جائحة كورونا. اليوم سلسلة مشاريعنا التي تدخل الخدمة والتي استثمرت فيها الدولة مبالغ كبيرة لخدمة المواطن، خلال الفترة الماضية استطعنا أن يكون لدينا 6 محطات جديدة في الخدمة بنيت وشغلت بكوادر وطنية. المعوقات في تشغيل مثل هذه المحطات هي وجوب توفر كوادر بشرية من المصنعين لتشغيلها، نظرا لأنها تعتمد على ضغوط عالية في الهاي بريشر بام والميمبرين، يتطلب وجود خبراء في تشغيله. الحمد لله بكوادرنا الذاتية وبالاستعانة ببعض المقاولين المحليين مع خبرات الدولية لدى المصنعين استطعنا أن نشغل محطاتنا وننجزها خلال الأزمة، لنزيد خلال الأزمة من كمية إنتاج المياه من 5.6 مليون كيوبك متر في اليوم، وصلنا اليوم 5.9 كيوبك متر في اليوم. هذه كلها إنجازات تمت خلال الأزمة. زي ما ذكرت سابقا الحمد لله، يعني اليوم الأزمات قد تولد فرص، تولد لدينا فرص عديدة لاكتشاف مواطن القوة في المؤسسة العامة لتحت المياه المالحة، بما يعود بالنفع إن شاء الله على قطاع المياه في المملكة، وهو قطاع سريع الحركة وسريع السعي للتطور والإفشنسي الاقتصادية بإذن الله. طيب، وهو قطاع يحتاج إلى تقنيات عالية جدا، يعني مهندس عبدالله قد إيه كان حجم الاستثمار بالنسبة للمؤسسة خلال هذه الفترة، ومع وجود التقنيات إلى أي مدى استطعتم أن تخفضوا التكاليف بالإنتاج يعني خلال فترة عام على الأقل من بداية 2020؟ تطوير منظومة المياه وتطوير أو العمل على أمن الإمداد يعتمد على استدامة المالية. الاستدامة المالية تتطلب خفض في كفاءات في التكاليف التشغيلية. اللي تم خلال الفترة الماضية هو العمل على تحسين كفاءة التشغيل، وخلال 4 سنوات الماضية تم خفض تكلفة إنتاج المتر مكعب من المياه بنسبة 30%. حاليا لدينا مشاريع واعدة أنفق عليها بشكل جيد، بحيث أن المردود من هذا الإنفاق سيستعاد خلال 2.5 سنين بأمر الله نتيجة خفض التكلفة الكلية للإنتاج. ستصبح تكاليفنا أقل من اليوم، بعد 2 سنين من الآن ستصبح تكاليفنا أقل من اليوم بما يعادل 40 إلى 45%. اليوم مشاريع اللي نعمل عليها نراعي فيها الاستدامة المالية اللي تتطلب زيادة الكفاءة وتحسين الاستفادة من الأصول. الحمد لله رب العالمين، المملكة لديها خطط واضحة في تلبية الطلب المتنامي على المياه. لدينا خطة واضحة للعرض والطلب من قبل اللي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة. هذه خلتنا نستبق الاحتياج للمياه من خلال مشاريع نوعية بتغيير التقنيات. سابقا كانت المؤسسة العامة لتحت المياه المالحة تعتمد على تقنيات حرارية، تم استبدالها بمبادرة من المؤسسة العامة لتحت المياه المالحة وبدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، بما سيؤدي إلى انخفاض كبير في صرف الوقود وأثر قوي على البيئة من تغيير التقنية من حرارية إلى RO. اليوم احنا نتكلم عن 209 آلاف برميل مكافئ سيتم توفيره خلال 2 سنين القادمة يوميا، وهذا رقم كبير بإذن الله يعود بالنفع على هذا الوطن المعطاء. طيب، أنتوا أعلنتوا عن إنشاء وعدة أو عن شركة نقل وتقنيات مياه، يعني اليوم مهندس عبد الله، ما الدور اللي رح تلعبه هذه الشركة فيما يخص قطاع نقل المياه، وقد ايه مستهدفين وقد ايه رأس مال هذه الشركة؟ طبعا تحسين منظومة العمل في قطاع المياه يتطلب العديد من الإجراءات، ك
كان أحدها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه واعتماد نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. كان النتيجة من هذه الاستراتيجية أن اليوم إحنا بحاجة إلى فصل قطاع الإنتاج عن قطاع النقل، لكون كل قطاع فيهم يحتاج إلى تركيز أكبر وتلبية احتياجات أعلى للمياه خلال الفترة القادمة. الاستراتيجية اللي أقرها مجلس الوزراء في الربع الثاني من ربع الثالث من 2019 كانت لنموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والتي كانت تنص على إنشاء شركة لنقل وتقنيات المياه مملوكة للحكومة، وفصل أصول الإنتاج ومشاركة القطاع الخاص فيها، وهو ما يتم العمل عليه حاليا. شركة نقل وتقنيات المياه هي شركة سوف تعنى بإسناد المياه وأنظمة النقل الكبيرة التي لدى المؤسسة حاليا، أيضا بالخزن وأعمال تطوير تقنيات المياه على مستوى المملكة، بل على العكس تسعى إلى تصدير هذه التقنيات مواصلة لما حققته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من خلال معهد الأبحاث في سنوات الأخيرة. اليوم نملك في المؤسسة منظومة نقل للمياه هي الأكبر عالميا، وكانت فيها تحديات إلى أن وصلت لهذا المستوى، لكن الاحتياج ما زال أكبر. لدينا خطوط نقل للمياه تستطيع أن تنقل 17 مليون أكثر من 17 مليون كيوبيك متر في اليوم. لدينا منظومة خزن مكونة من أكثر من 470 خزان، أيضا هذه الخزانات تستطيع تخزين كميات تتجاوز 28 مليون. لكن أرجع وأقول مثل هذا القطاع الحيوي اللي هو عصب حياة وشريان للتنمية يتطلب سرعة تنفيذ الإجراءات. وجود مثل هذه الشركة ستستخدم أدوات الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، أدوات التمويل لمواكبة المشاريع اللي مطلوبة. لدينا حزمة من المشاريع مطلوبة لنظام النقل تتجاوز قيمتها 60 مليار. هذه الحزمة تحتاج استخدام الأدوات الجديدة اللي فيها اقتصاديات أكثر. العمل على أسس تجارية سيكون أهم ميزات هذه الشركة. العمل على خفض تكلفة النقل اللي هي مكون أساسي في التعرفة للمياه سيكون واحد من أهم مستهدفاتها اللي تعمل عليها. زيادة استخدام الكفاءة استخدام الأصول الحالية هو أحد الأشياء اللي نعول عليها من هذه الشركة. تصدير التقنيات اليوم عندنا في المؤسسة العامة تحت المياه المالحة إنجازات كبيرة، منها الاتفاق الأخير مع وزارة الطاقة الأمريكية في موضوع الزيرو ليكويد ديسشارج، حققنا إنجازات كبيرة في هذا الموضوع. اليوم بإذن الله ستكمل شركة نقل تقنيات المياه هذه المسيرة، وستصبح المملكة هي من يقدم هذه الابتكارات في مجال المياه للعالم. نعم، أرجو أن تبقى معنا مهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه. سنتحدث عن دور القطاع الخاص أيضا في هذه المشاريع العملاقة للتحلية، وما هي النسب المستهدفة لتعزيز تواجد القطاع الخاص بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة. هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نفتح ملف تحلية المياه في المملكة العربية السعودية مع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه مهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم. مهندس عبد الله، كنا عم نتحدث عن حجم المشاريع يعني، وأيضا الدور اللي عم تلعبه شركة نقل تقنيات المياه. خليني أسألك عن الدور اليوم بالنسبة للقطاع الخاص، كيف عم بيكون استراتيجيتكم لإشراك القطاع الخاص؟ ما هي نسبة مساهمته الحالية بأهم المشاريع اللي عم تطلع؟ طبعا من أهم المستهدفات في الخطة الوطنية للمياه، الخطة الاستراتيجية للمياه، هو زيادة إشراك القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي والهام. الجهود يجب أن تتضافر لتلبية الطلب المتزايد على المياه وفق منظور تجاري وتنموي.
اليوم الحمد لله رب العالمين مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه واضحة، ويمكن المشاريع الأخيرة اللي أطلقتها الشركة السعودية شركات المياه والعقود الأخيرة، أيضا ما يتم حاليا من تجهيز طرح محطة رأس الخير وما سيليها بإذن الله من باقات الإنتاج لدى المؤسسة، وطرحها هو فقط تكامل هام بين المؤسسة والقطاع الخاص. اليوم احنا نستهدف في المؤسسة العامة تحت المياه المالحة أن احنا نخفض التكلفة، كما يستهدف القطاع الخاص أيضا من زيادة اقتصاديات التحلية لتلبية الاحتياج. لدينا عدد من المشاريع اللي تحت الإنشاء حاليا، المستهدف من هذه المشاريع اليوم أنها تنقل وتعرض لمشاركة القطاع الخاص بعد اكتمال إنشائها. هذا المحدد يجعل من إنشائها وفق فاليو انجينيرينج أو هندسة قيمية هو من يساعد على تخصيصها في مرحلة لاحقة. استطعنا ولله الحمد في مشاريعنا الأخيرة الآن أن نخفض من التكلفة الرأسمالية لإنشاء المحطات عن العام 2019 بما يعادل أكثر من 30%، لأن التكلفة الرأسمالية هي محدد كبير في تكلفة إنتاج المياه. التكلفة التشغيلية وصلنا إلى استهلاك للطاقة في محطاتنا الجديدة بتقنية التناضح العكسي غير مسبوقة عالميا، وصلنا إلى 2.75 كيلووات لكل متر مكعب. كل هذه العوامل التي نعمل عليها هي فقط تجهيز للمشاركة بيننا وبين القطاع الخاص في المستقبل القريب من أجل توفير بنية أساسية قوية في قطاع المياه، بما يتواكب مع المشاريع الكبرى اللي في المملكة ويتواكب مع خطط التنمية الطموحة اللي نشاهدها في المملكة خلال الفترة القادمة وما سيتم بإذن الله خلال الفترة اللاحقة. طيب، يعني احنا عارفين ايضا انه الموضوع البيئة مهم جدا، وانبعاثات الغازية والملوثات الجوية واحدة من الامور المتعلقة بتحلية المياه. مهندس عبد الله، ما هو المجال، يعني هل هناك التزام من المؤسسة اليوم قواعد وأنظمة البيئة كون المملكة العربية السعودية هي الأولى يعني بعملية التحلية على مستوى العالم؟ طبعا المحور البيئي هذا عنصر أساسي وهو أحد أهم أهداف المؤسسة العامة تحت المياه المالحة، وبناء عليه المؤسسة اليوم تبني مشاريعها بما يتوافق تماما مع اشتراطات البيئة من الجهات الرقابية. لدينا اليوم التزام بمعايير البيئة وفق الآيزو 14001 لكامل محطاتنا، لدينا تصريح تشغيلي لمحطاتنا وفق الجهات الرقابية المختلفة في المملكة وبما يتوافق مع البيئة. الأثر على البيئة هذا شيء غير مسموح، خط أحمر. اليوم كافة الانبعاثات الغازية يتم اليوم الاستفادة منها بمنظور تجاري. احنا اليوم نستخرج من الانبعاثات الغازية المنتج الميثانول والجبسوم ونستخدمه بشكل تجاري باتفاقيات تجارية للبيع. الأثر البيئي هو أهم العناصر اللي نركز عليها في أي مشروع نقوم فيه، لأنه لا يمكن لأحد اليوم في المملكة أو في العالم أن يسمح بإجراء أي مشروع أو أي مبادرة لها أثر سيء على البيئة. نرجع نقول أنه اليوم احنا ملتزمين، وكافة شركائنا في قطاع المياه يعملون على نفس النحو، متمنين إن شاء الله أنه يكون هناك تقنيات تعظم الاستفادة من المياه الرجيع وتعظم الاستفادة من الداخل، كما تعمل عليها المؤسسة في واحدة من البراءات التي تملكها المؤسسة استخراج الأملاح من المياه الرجيع، ولدينا اتفاقيات حاليا لبحثها مع عدد من الشركات المتخصصة في الإنتاج البتروكيماويات. احنا ممكن نستخرج أملاح الكلورايد صوديوم وأيونات المغنيسيوم، أيضا هناك العديد من المعادن تستخرج من المياه الرجيع. ننفذ حاليا مشروع على مستوى تجاري، مستوى إنتاج 400,000 في الشعيبة. الانبعاثات الغازية والمياه الرجيع هي ثروة، واليوم الحاضر ليس لها أثر على البيئة، بل على العكس كان هناك لدى المؤسسة
آخر محطة كانت ممكن ذات أثر سلبي أوقفت رغم الحاجة للمياه قبل سنتين من الآن هي الجدة 4. الاهتمام بالبيئة هو توجه حكومي الجميع يعمل وفقه، ولا يمكن أن يتم اعتماد أي مشروع لدى المؤسسة ما لم نتأكد أن التقنيات المستخدمة ليس لها أثر سلبي على البيئة. طيب، يعني واضح أنه في خطط جديدة كما ذكرت بالبداية مهندس عبد الله فيما يخص المحطات اللي رح تعمل بالتناضخ العكسي، لكن دعني أسألك عن المحطات القديمة اللي كانت عم تمتلك أيضا المؤسسة، يعني حاولتم يمكن التخلص من بعضها القديمة، إحنا عم نتحدث محطات الخفجي، محطة جدة المرحلة الرابعة، محطة ينبع، كيف عم تتصرف اليوم بهذه المحطات؟ هل هي ستعرض للبيع؟ هل تقدم أي من المستثمرين اليوم لشرائها؟ وليش عملية البيع وليس تطوير المحطات كخيار لديكم؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، اليوم المؤسسة الأصول الإنتاج الموجودة فيها هي أصول روعية فيها القدرة العالية من الاحترافية والمهنية في صيانتها وتشغيلها، الأمر اللي جعل بعض المحطات عندنا محطات ذات عمر طويل يتجاوز 35 سنة ويتعمل بكفاءة نظيرا للاهتمام والصيانة اللي تتم عليها. مثل هذه المحطات بنيت على تقنيات قديمة ويتطلب الأمر إضافة تقنيات جديدة. كل المشاريع اللي اليوم احنا نقدمها بتقنية التناضح العكسي تستفيد قدر الإمكان من الأصول الموجودة في المحطات القديمة، فإحنا اليوم نعظم الاستفادة من هذه الأصول ابتداء ونبني محطات RO بناء على كافة الأصول اللي يمكن الاستفادة منها، وفي المقابل لدينا إجراءات لكيفية إزالة هذه الأصول من مواقعها والاستفادة منها في مشاريع أخرى بمنظور أكيد تجاري وفق نظام المشتريات الحكومية في بيع الأصول بمزايدات متى ما كانت هذه الأصول ذات عمر افتراضي منتهي ولا يمكن الاستفادة منها. لكن أنا أحب أن أؤكد اليوم نظرتنا هي الاستفادة من الأصول وتعظيم الاستفادة منها، ومن ثم تعظيم الاستفادة من البيع للمتبقي من الأصول بما لا يمكن الاستفادة منه نظير تقادم التقنيات اللي فيه. طيب، منظومة الإنتاج لدى المؤسسة هي خليط. تفضلي. نعم تفضل، كمل فكرتك عشان بدي أنتقل للمحتوى المحلي وقديش الصناعة اليوم عم تستقطب يعني مواطنين سعوديين ومحتوى محلي فيها كذلك. منظومة الإنتاج اليوم أنا كنت أقول أن منظومة الإنتاج اليوم في المؤسسة هي خليط بين عدة تقنيات، ولكن كخيار استراتيجي المؤسسة راحت لتقنية الأرو نظرا للتقدم الكبير في هذه التقنية واللي كانت المؤسسة جزء من هذا التقدم. اليوم لدينا براءات اختراع كثيرة في الأرو سواء على الميمبرين ولا في الانيرجي ريكفري سيستم، هذا يعطينا أفضلية لتقنية الأرو. ووجود المحطات الثيرمال اليوم هو وجود أساسي لتلبية الطلب، ونعمل على استبدالها خلال المرحلة القادمة لزيادة اقتصاديات وخفض تكلفة إنتاج المياه. نعم، أعود للمحتوى المحلي، قد ايه عم بتعززوا المحتوى المحلي؟ كم تبلغ نسبته حاليا بصناعة المياه المحلاة مهندس عبد الله؟ وقد ايه يعني في عملية الابتكار السعودي لتقنية المياه اليوم ستلعب دور بزيادة نسب السعودة لديكم؟ المحتوى المحلي خلال الفترة الماضية عملت المؤسسة مع كافة الشركاء اللي ممكن يزيدون من المحتوى المحلي من القطاعات الصناعية لتعزيز المحتوى المحلي، لكن اليوم فيه الهيئة العامة للمحتوى المحلي واللي نعمل وفق سياسات اللي تقدمها لنا، بل على العكس اليوم احنا نخطو خطوات متقدمة جدا في المحتوى المحلي، حيث نسب المحتوى المحلي لدى المؤسسة كانت في العام 2019 43%، اليوم مع آخر أرقام اللي صدرت في العام 2020 نحن نتخطى 44.7، وبإذن الله نتوقع أن نصل إلى 46%. الأمر اللي يجعل المحتوى المحلي هو جزء من أمن الإمداد، جزء من سياسات أمن الإمداد للمياه في المملكة العربية السعودية. أيضا لدينا حاضنات أعمال لاستقطاب المبتكرين واستقطاب المبادرين في قطاع المياه، لدينا حاضنة أعمال بالتعاون مع
منشآت في الجبيل. لدينا 17 محتضن، 17 منشأة محتضنة، واليوم احنا نطور آلياتنا في 3D printing من خلال الورش اللي نعتمد على الله ثم عليها داخل المحطاتنا، نطور آليات طباعة 3D printing مع أحد المحتضنين من أجل سرعة توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل محطاتنا 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة على مدى أكثر من 25 سنة. يتطلب الأمر عناية كافية وتوفر مصادر مأمونة لصيانة وتشغيل هذه المحطات. نتمنى لكم التوفيق مهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، شكرا على وجودك اليوم معنا بحلقة بموضوعية وكل التفاصيل التي قدمتها عن قرب لواقع صناعة المياه وتحليتها في المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أخت ميساء، شكرا لكافة المشاهدين، ونتطلع بإذن الله أن تكون نتائج هذه الأعمال اللي ذكرناها قريبا ملموسة لدى المواطن، وشكرا للجميع. شكرا لك. إذن مشاهدينا بهذا نأتي لنهاية بموضوعية، الأسبوع المقبل حلقة جديدة وملف جديد من المملكة العربية السعودية بموضوعية، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة.